النواب فلا يجوز له طول رئاسة الجلسة. وبناء على ذلك فإنني أدعو سعادة الدكتور فوزي الشاكر الطعيمي يتولى رئاسة الجلسة، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا هما سعادة النائب زينب زبيد وسعادة النائب قيس زيادين، فليتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. النصاب قانوني، أعلن افتتاح الجلسة. أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب، أرفع باسمكم وباسمي إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الهاشمية أسمى آيات الولاء والعرفان والشكر لافتتاحه لمجلس النواب 18 في دورته العادية الثالثة، ولرعايته السامية للمسيرة الديمقراطية وإيمانه المتجدد بأن الأوطان تبنى وتستمر بالمشاركة البناء، متمنياً لمجلسنا الموقر التوفيق والسداد وإنجاز جدول الأعمال بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن في ظل ظروف استثنائية ليست بخافية على أي منا. عطوفة الأمين العام. شكرا سيد الرئيس. ثانيا، تلاوة آيات من القرآن الكريم سندا لأحكام المادة الثانية الفقرة باء من النظام الداخلي لمجلس النواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون.
تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك مملكة أردنية الهاشمية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 82 من الدستور نصدر إرادتنا بما هو آت. تفضل الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الأحد الموافق للثلاثين من شهر أيلول سنة 2018 ميلادية وزير الداخلية رئيس الوزراء التوقيع السامي. تلاوة الرد ملكية السامية المتضمنة إرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 14/10/2018 ميلادية. نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 78 من الدستور نصدر إرادتنا بما هو آت. يرجى اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 14/10/2018 وزير الداخلية رئيس الوزراء التوقيع السامي. تلاوة الإرادة الملكية السامية المطمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأحد الموافق للرابع عشر من شهر تشرين الأول سنة 2018 ميلادية. نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 78 من الدستور نصدر إرادتنا بما هو آت. يدعى مجلس الأمة للاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الرابع عشر من شهر تشرين الأول سنة 2018 وزير الداخلية رئيس الوزراء التوقيع السامي. رابعا تلاوة الجزات والاعتذارات لا إجازات لا اعتذارات. خامسا انتخاب المكتب الدائم سندا لأحكام الفصلين الثالث والسادس من النظام الداخلي مجلس النواب. ألف انتخاب رئيس المجلس سنداً لأحكام المادة 13 فقرة ألف من النظام الداخلي لمجلس النواب أختار لجنة الإشراف على الاقتراع من أصحاب السعادة السادة عبد الله عبيدات ثامر بينو مصطفى ياغي برئاسة الزميل مصطفى ياغي فليتفضل. Thank you.
نبدأ الآن بانتخاب رئيس المجلس مع تمنياتنا لمن يقع عليه الاختيار من الزملاء والزميلات. فعلى الراغبين بالترشح لموقع رئيس مجلس النواب أن يعلن ذلك سنداً لأحكام المادة 13 الفقرة باء من النظام الداخلي. اللجنة جاهزة. الأمين العام للمنادى على الزملاء. أرجو أن يرشح زملاء أنفسهم. من يرغب بالترشح لرئاسة مجلس النواب؟ عاطف الطراوني. شكرا. شكرا معنا. عبد الله العكايلة. هل هناك من مرشحين آخرين؟ عطوفة الأمين للمنادى. صوت شبابه. شكرا سعادة الرئيس. الزميلات الزملاء المحترمين، الإخوة في قسم الكمبيوتر الآي تي، نرجو طباعة الأوراق الخاصة بالاختراع لكلا المترشحين سعادة المهندس عاطف الطراونة ومعالي الدكتور عبد الله العكايلة. أريد أن أذكر الزميلات والزملاء جميعا بأن آلية الاختراع هي بالتأشير على الاسم المحاذي للمترشح الذي يرغب أي من الزملاء أو الزميلات الأكارم بانتخابه. وأرجو أن أسترعي انتباه الزميلات والزملاء بأن أي إشارات دالة صراحة أو دلالة سيتم على أثرها إبطال ورقة الاختراع. أتمنى وفقا لحكم المادة 13 من النظام الداخلي أن نتقيد بالتأشير فقط في المربع المحاذي لاسم المترشح من كلا الزميلين. سنبدأ الآن بإحصاء عدد الزميلات والزملاء الحاضرين المتواجدين تحت القبة لكي تتم طباعة أوراق الاختراع بالتناسب مع هذا العدد. شكرا لكم. الأمين العام للمنادى على أعضاء المجلس واحدا واحدا. مصطفى الخصاوني. مرام الحيصة. سيد انه في ظرف عندهم حتى يطلعوا. وعبد الكريم الدغمي.
عبد الرحمن العوايشي. محمد البرايسي. موسى هقش. عبد الله العكايلي. يحيى بن سعود. موسى الوحش. عمر قراقيش. عزيز العبيدي. عبد المحسيبي. قيس زيادين. خالد رمضان. صالح العربوطي. منصور مراد. خميس عطية. أحمد الصفدي. خير أبو صاريخ. أحمد الرقم. أحمد إبيسات.
رمضان نحن يطيب. نصار القيسي فضيل النهار المناصير أحمد اللوزي تامر بينو مصطفى العساف حسن العجاربي بركات المهيرات رياض العسام راشد الشوحة عبد المنعم العودات محمود الطيطي إبراهيم بن هاني نضال الطعاني جوهة الدرابسي خالد أبو حسان فواز السعبي دكتور مصطفى الخصام Thank you.
عبد الله عبيدات. وائل رزوق. حسن الشياب. يوسف الجراح. عيسى الخشاش. مشحم السكور. ماجد كويسم. خالد البكار. السلام عليكم. إبراهيم القرآن. معتز ابو رمان. جمال قمو. محمد الزعبي. معتز ابو رمان. فوزي طيبة. علي الحجاج. مصطفى ياغي. إبراهيم أبو السيد. خالد الحياري. فضية التيات. محمود العدوان. Thank you.
عاطف الطراوني. رجا السرايرة. عبد الله زريقات. هيثم زيادين. مصلح الطراوني. محمد العتاية. محمود نعيمات. صداح الحباشني. غدا الشعار. صباح الشعار. عبد الله عبد الثاني الكرامسي. محمد الفلاحات. ابراهيم البدور. خالد الفناصر. طارق خوري. محمد الظهراوي. محمد نوح. الأمين العام. أوقف الأمين العام إذا سمحت، إذا مش موجود قول مش موجود للزملاء. يعني إذا الزميل معالي الدكتور محمد نوح مش موجود نقول مش موجود، ولما يجي من نادي اسمه مرة أخرى عشان نعرف قديش العدد اللي بنتحدث. دكتور محمد نوح القضاء. غير موجود. سعود أبو محفوظ. عطفة الأمين العام البهراوي. يلا تفضل تفضل. نبيل الشيشاني. قصي التميسي.
صلى أعور. مرزوقة عجب. محمود الزواهري، موسى الزواهري. نواف المعلم السيود. علي الخلايلي. رائد عقل الخزاعي، مفلح الخزاعي. شعيب الشتيفات، محمود الفراهيد. دكتور حسن السعود، أستاذ حسين القيسي. غازي الهواملي، عبد القادر الأزايدي. نبيل غيشان، عدنان ركيبات. عدنان ركيبات. زيد الشوامكي، محمد هديب. هدى العتوب، عقل الاسبوع. Thank you.
محمد العياصر، كمال لسخون. وصف حداد، صفاء المومني. أحمد الفريحات. محمد الرياضي. حازم المجالي. إبراهيم أبو العز. حامس الشبيب. مازن القاضي. صوان الشرفات، سليمان الزبر. محاسن الشرعة. حبس الفايز. نواف النعيمات. صالح أبو تايب. عواد الزوايد. ديما طهبوب. انتصار حجازي. هيا المفلح. منال القبور. ابتسام النوافذه. حياة البسامي.
ريم أبو تلبوح، إنصاف في الخوالد. وفاء بني مصطفى منتهى المعول. علي ابو هليل، زينب سبيد. رسمية الكعابي، شاه العماري. شكرا لجميع الزميلات والزملاء. عدد المخترعين لموقع الرئيس 129 زميل وزميلة، غياب زميل واحد الدكتور معالي الدكتور محمد محلقضة. أريد أن أذكر الزملاء جميعا قبل أن نبدأ عملية الفرز بمنطوق المادة 14 والمادة 37 والمادة 38 من نظام الداخل. المادة 14 يعتبر فائزا منصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزا من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجري القرعة بينهما. وإحنا اليوم نتحدث عن مرشحين اثنين، فبالتالي الفوز سيكون وفقا للأغلبية النسبية. المادة 38 على 1000 تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة. 2 إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم. 3 إذا احتوت على علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع. 4 إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقابا أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في ورقة الاقتراع المعدة وفق أحكام هذا النظام. أما فيما يتعلق بمنطوق المادة 37 فأعتقد زميلات الزملاء لا حاجة لنا بها، ولكن سأتلوها على مسامعكم. لا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة، وستباشر اللجنة الآن بفرز الأصوات.
بسم الله نبدأ. عاطف الطراوي، عبد الله العكاين، ملغى تأشير على اثنين. عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، 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 عبد الله العكايلي، عبد الله العكايلي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، ورقة بيضاء، عبد الله العكايلي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، 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 عاطف الطراوي، عبد الله العكايلي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عبد الله العكايلي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عبد الله العكايلي، 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 عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عبد الله العكايلي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عبد الله العكايلي، عاطف الطراوي، عبد الله العكايلي، عبد الله العكايلي، عاطف الطراوي، عبد الله العكايلي، عبد الله العكايلي، عبد الله العكايلي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عبد الله العكايلي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عاطف الطراوي، عبد الله العكايلي، 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 عبد الله العكايلي،
عبد الله العكايلي، عبد الله العكايلي، عبد الله العكايلي، عبد الله العكايلي، عبد الله العكايلي، عبد الله العكايلي، عبد الله العكايلي، عبد الله العكايلي، عبد الله العكايلي، عبد الله العكايلي، عاطف الطراوني، 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 ورقة بيضاء، عاطف الطراوني، 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 عاطف 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 الطراوني، نتمنى على الأخوة والأخوات في الشرفة أن يدعونا نكمل عملنا. عاطف الطراوني، عاطف الطراوني، عاطف الطراوني، عاطف الطراوني، عاطف الطراوني، ثلاث ورقات ملغاة، ثنتين بيضاء وواحدة مؤشر على المرشحين، ثلاث ورقات، إذن المجموع لدينا 126 صوتا. اجمعوا لنا الشباب إذا سمحتوا. نعم. حصل سعادة المهندس عاطف الطراوني على ما مجموعه 87 صوتا. وحصل معالي الدكتور عبد الله العكايلي على ما مجموعه 39 صوتا. سعادتي، سعادتي الرئيس الجمهوري. زملائي وزميلاتي، أعلن سعادة المهندس عاطف الطراوني رئيس مجلس النواب للدورة الأخيرة من حياة هذا المجلس، فليتفضل ليأخذ موقعه كرئيس لمجلس النواب، متمنيا له كل النجاح والتوفيق في أداء مهمته في هذه المرحلة الاستثنائية، وشكرا. Thank you.
وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله. أتوجه بالشكر على ثقتكم وسام تكليف لي لأظل خادما لمجلسكم، حارسا لهيبة السلطة وقائما على أمانة المسؤولية ما أعنتموني عليها، وهو الشكر الذي أبعثه لكل من حملني وسام الثقة، كما هو الشكر لكل من حث خطى التنافس لنكون المرابطين على جبهة الديمقراطية، صناع مستقبل لأجيال تستحق أن تعيش بظروف أقل تحديا وأكثر أملا بمستقبل يحقق تطلعات الأردنيين. ولا يفوتني في هذا المقام أن أستلهم من خطبة العرش السامي وتوجيهات سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى برنامج عمل على المسارات كافة، ملتزمين كسلطة بثوابتنا الأردنية وبالعمل المتعاون لمقاومة كل التحديات التي نعيشها لنبلغ اقتصادا حرا متينا وحياة آمنة مستقرة عبر مجتمع يتسلح بالعلم والمعرفة وشباب همتهم لا تستكين في التعامل مع الصعاب. الزميلات والزملاء، ها نحن نطوي صفحة انتخابات رئاسة مجلس النواب ونطوي معها مرحلة ذهبت، مقبلين على مرحلة نظنها أعظم تحديا وأكبر مسؤولية، وما يدفعنا نحو واجهة الواجب بمواقف لا مجال فيها للتواري أو الاختباء، ونجد أنفسنا في مجلس النواب اليوم بمواجهة التحديات، مرة بحكم دورنا الدستوري ومرة بحكم وطنيتنا الأردنية التي لا نرتضي معها أن نتقاعس في تلبية نداء أو فزعة. أردنيين أوفياء لقسم أديناه ودور لن نتراجع عن تأديته، وعليه فإننا وإن طالت دروب العمل فعلينا أن لا نستكين في همة أو نلين، فاتحين أبواب مجلسنا لكل رأي ومشورة في صياغة التشريع وتكريس نهج الرقابة. همنا الوطن وعيننا على المواطن، أصل الأرض وقصة البناء ومبتغى الإرادة في كل فعل وموقف. أردنيين لا فرق بيننا إلا بحجم الحب والولاء والانتماء لأرض وعلم وعرش وثوابت. وهنا فإن استقرار دولة السلطة التشريعية هو شكل من أشكال تكريس دولة المؤسسات والقانون، فهنا بيت التشريع ودالة الأردنيين ما أرادوا التعبير عن تطلعاتهم، فالمجلس الذي اختاروه وجد لتحقيق رغباتهم وأمالهم. الزميلات والزملاء، تعرفون عن أولويات المرحلة كما أعرف وتدركون حجم التطلعات لمجلسنا، ولكن علينا أيضا أن ننحت أفكارا إبداعية لمواجهات أزمات مزمنة وأخرى طارئة، فالإصلاح الاقتصادي لا يتأتى من تعديل قانون الضريبة الدخل وحسب، بل بطرق وأساليب كثيرة. وهنا دعونا نلتزم بمخرجات الحوار الوطني الذي أجرته لجنة الاقتصاد والاستثمار لتعديل قانون الضريبة، مع التمسك بموقفنا النيابي الموحد في عدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة والحفاظ على ركن تحفيز الاستثمار الوطني كآخر معاقل التشغيل لقوى الشباب الأردني. ولا بد في هذا السياق من تبني مجلسنا لمؤتمر اقتصادي بمشاركة رجال أعمال أردنيين في الخارج ومشاركة ممثلين عن الجاليات الأردنية في الدول العربية والأجنبية، علنا ننجح في تقديم مزايا لهم
تدعم فرص توطين استثماراتهم في وطنهم. الزميلات والزملاء، تتعاظم مسؤوليات الدورة النيابية الحالية، ومطلوب منا أن ننحاز للإصلاح الشامل وبرامجه بقيادة جلالة الملك، فها هي الفرص تعود مجددا لتعديل قوانين الحياة السياسية، الأمر الذي يدفعنا لنمتثل لتطلعات شعبنا في الإصلاح الشامل دون تباطؤ أو تأخير، معاهدا الجميع أن أظل على عهد العمل الجماعي أخا للجميع وعلى مسافة واحدة من كل الكتل النيابية، علنا نستطيع أن نخفف من وطأة التحديات الراهنة عبر عملنا البرلماني الذي وجب الانحياز فيه لشعبنا وقيادتنا وأردننا العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله. بعطيك معالي الدكتور عبد الله. شكرا سعادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر شكري وعظيم امتناني لكل الزملاء الذين وضعوا على صدري وسام ثقتهم الذي أعتز به وسأبقى أعتز به ما حييت، كما أنني أحترم حق زملائي الآخرين الذين منحوا ثقتهم لزميلي سعادة رئيس مجلس النواب، الذي أنتهز هذه الفرصة لأهنئه بثقة إخوانه وزملائه، متمنياً له دوام التقدم والنجاح والسداد والرشاد في قيادة مسيرة هذا المجلس. والسلام عليكم ورحمة الله. التهنئة والتبريك على ثقة زملائك أعضاء مجلس النواب الموقر، وأبارك أيضاً للدكتور عبد الله العكايلي ثقة زملائه، وأعرف مدى محبتهم له. سنكون في الحكومة شركاء حقيقيين لمجلسكم الكريم لتلبية نداء جلالة الملك حفظه الله لنا بأن نكون يدا واحدة ونعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى جلالة الملك، ونرسخ معا بناء هذه الدولة ليكون الأردن، وكما قال جلالة الملك في خطاب العرش، دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل، التي ستوصلنا إن شاء الله إلى دولة الإنسان الناجزة. الله يعطيكم العافية. شكرا.